الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى الله أكبر من كل خادم وخادمة الله أكبر من كل حارس وحارسة الله أكبر من كل لابس ولابسة الله أكبر ممن بغى وتجبر الله أكبر ممن دنا وتدرج الله أكبر من كل محب ومحب وعاشق وعاشقة عاشقة فعلق قلبها فعلق قلبها فعلق قلبها عاشقة محبة 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 عاشقة فعلق قلبها دنت وقتربت منها دنت وقتربت منها في الصغر وفي الكبر في الصغر وفي الكبر دنت وقتربت فعلقت بجمال الصوت بجمال الصوت بحسن الصوت اسمعيني أنت عاشقة محبة تحب منها أسلمت لله أسلمت لله إن شرح صدرك للإسلام إن شرح صدرك للإسلام الحمد لله قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ملكا ورسولا اسمعيني معك من يعمل هي اليوم كانت اسمعيني اليوم كانوا يقولون على أن هذه السيدة يوسوسون لها على أنها مريضة نفسيا لم أكن قد أخرجوا من صباحا طيب أتيت الآن كانوا يوسوسون لها على أنها مريضة نفسيا وعليها أن تحيي نفسها على العيادات النفسية لأنها قد جنت جنونا وهذا من آثار العين والحسن من خدام العين والحسن لأنهم في الصباح قلنا لهم سوف يكون الإخراج بإذن الله تعالى ولهذا التقموا لما قلنا لهم سوف نخرجكم التقموا أكثر هي حمزة حمزة وفاطمة حمزة وفاطمة يعملان من أجل العين والحسن صح؟ طيب حمزة وفاطمة يعملان على تأثير الرأس والعقل والوساوس صح؟ طيب يساعدان الملك والذي يعمل على إبقاء السحر في القبر هو من؟ السحر موجود قد خرج نعم؟ قد خرج أيهم؟ ذلك سحر العرائش ماذا به؟ قد خرج من خرج؟ ذلك الجن أخرجته أنت أخرجته بفضل الله تعالى في الصباح لا 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 متى؟ البارحة؟ لا متى؟ لا نتوقع
المهم خرج. المهم أنا خرج. خادم السحر. كان يذكر في الإخبار الصغير من الرجل. والذي كانت تشعر في آلام في الإصبع الصغير من الرجل. طيب اسمعني. الآن السحر الذي هو بالعرائش في القبر. من الموكل به؟ لا أحد. لا في سحر لا ذهب في القبر. لا ذهب ولا استخرجه. إن شاء الله. فلماذا يوسوسون لها أننا إذا ذهبنا لا نجد شيئا؟ يريدونها أن تجن. يريدونها الجنون والتفريق بينها وبين زوجها والإبعاد عن الدين. والإبعاد عن الدين، الإبعاد عن الصلاة والصيام والحجاب وكل شيء. وكل شيء. طيب اسمعيني أنت عائشة. طيب اسمعيني، الآن أريد أن أتكلم مع خادم العين والحسد الأول من أجل أن يطلب بهذا الجسد، أن نخرجه بفضل الله جل وعلا. الآن يصعد خادم العين والحسد الأول بإذن الله. هيا اصعد، هيا تكلم. ملك الناس تصعدنا الآن. هيا واصل. هيا شر الوسواس الخناس. هيا يصعد بإذن الله. هيا الخناس واعلم ان الله يراك، يعلم سرك ونجواك، يعلم خافيه الاعلمات في الصدور. هو الله في عيائه، في سمائه، في ملكه وملكوته. هو الله جل وعلا. اسمع، انت هذا اليوم تعبيت كثيرا وارتكبت الجرم الكبير. من فاطمه؟ خاتم الملك. من كان اليوم يوسوس هذه الوساوس؟ من؟ هددنا الملك. هددك الملك بأن توسوس لها في الصدر وفي الرأس، بأن تحيل نفسها على المراكز والعيادات النفسية. أجل. صح؟ وأن كل هذا مجرد كذب. وأن كل هذا مجرد افتراء. وأنه لا يوجد سحر ولا جنون. حتى تصرف النظر عن العلاج. وحتى يبقى هذا الجان موكل بالجسد يغتر فيه بالليل والنهار فسادا وإفسادا. اسمعني الآن حمزة، أنت مسلم؟ ماذا نصراني؟ يهودي؟ يهودي. اسمع يا يهودي، اسمك حمزة؟ أجل. اسمك الحقيقي؟ أجل. حمزة؟ أجل. كيف تسمي نفسك حمزة وأنت لست على الإسلام؟ أترى أن حمزة اسم مسلم؟ حمزة هذا أتاء رضي الله عنه. من سماك حمزة؟ من سماك حمزة؟ الساحر الذي سماك حمزة كي يجعلك يعني حربة في صدور المسلمين. ها ينكسون. اسمعني يا حمزة، اسمعني يا حمزة، عليك أن تعلم أن هذا الساحر هو يعمل بك الآن في حدود. لكني لم أدخل عنه. عن ماذا؟ مجرد عينه. ولكنك تخدم ساحرا ما. كنت أخدم. طيب والآن أنت تخدم العين والحسن. ممكن تبين لي كيف ممكن أن تدخل إلى جسم عن طريق العين والحسن إذا لم يكن نفسها؟ أحب أن أعرف هذا. كيف يمكن أن تدخل عن طريق العين والحسن إلى جسم؟ بين لي حمزة. هيا تكلم. كيف دخلت إليها عن طريق العين والحسن؟ الأناس الذين. الذين ماذا؟ الأناس الذين ماذا؟ رأوها. ها؟ رأوا هذه البنت. رأوها وغدك الله. وأعجبتهم. وبعدها. ويتمنون. يتمنون ماذا؟ أن ماذا؟ ماذا يتمنون؟ ماذا يتمنون؟ تبقى في الأسفل. أن تبقى في الأسفل. أن لا يضيق الله عليها بالنعم. وأن لا يبسط ظهرها بالرزق. طيب ما علاقة ما اسمعني ما علاقة أن الناس ينظرون ويحسدون بجني يوكل ويدخل وغير موكل؟ فهمت قصدي؟ أنت لما رأيت الناس ينظرون إيه دخلت؟
كأنبات في حركة الجسم. هذا طيب جميل. إذا هذا هو التفسير الصحيح. كنت أبحث عن بيتي فوجدت. لما رأيت هذا الشعاع يفتح لك بابا في الجسد ولا يشتغل. طيب والآن تخرج طاعة لربك جلالك. هيا خرج هيا خرج. فالآن تخرج وتخرج فاطمة. قال فاخرج قال فاخرج فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج منها فاخرج 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 منها فاخرج منها فاخرج من الوقت من الوقت من الوقت فاخرج من الوقت فاخرج من الاجتماع من الاجتماع من الاجتماع من الفحم من الفحم من الفحم من الذكاء من الذكاء من الذكاء من الجبال اترك الفحم اترك العقول والجمال والجمال والبدن اخرج منها اخرج منها اخرج منها. خرجت عائشة عائشة خرج خرج. طيب لا زال فاطمة. هيا تصعد فاطمة وكذا كذلك بالعين والحساس. تصعد 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 تصعد. هيا هيا تصعد تصعد تصعد. دعوني ودعني. اسمعيني. السلام على من اتبع الهدى. فاطمة أنت موكلة كذلك بالعين والحسد. صرت هذا اليوم توسوسين لها وأكثرت من الوسواس من الوساوس من النزغات من الهمزات. اسمعيني وأعطيني كلامي وفهميه جيدا. أنيبي إلى الله. ما لي يهدك؟ يهودية. أنت يهودية تسلمين رب العالمين ولماذا؟ توحدين الله ولماذا؟ حتى تدخل الجنة كي يرضى الله عنك. لا شكرا. لا تريدين دخول الإسلام؟ طيب لا تريد هذه الهدية؟ أريد أن أخرج. لا إسلام لا إكراه في الدين. تخرجين طاعة لله تعالى؟ لا تريدين؟ هيا اخرجي. تخرجين؟ هيا فخرج 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 فخرج. لا تعيدين الرجوع. لا 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 لا. هيا قال فخرج 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 منها فخرج منها 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 فخرج منها فخرج 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 منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج 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 منها فخرج منها فخرج منها فخرج من الضغط من الضغط من الجمال من الصدور من الصدور من العورات من اليدان من الرجلان من الشمال من العين اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج 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 اخرج
هل هو من الطيار الغواص؟ غواص عدو الله. طيب هو غواص ومشرك ويهودي ويدعي الملك هو مؤمن لله وحده الواحد القهار. اسمعني يا مالك الجن، يا ملك اسمعني، أريد أن أتحدث إليه. إنه يسمعك. أريد أن يسمعني جيدا. انتهى بالقوة وهو حائل. اسمعني يا من حباك الله بالنعم، اسمعني يا من غضق الله عليك بالخيرات، اسمعني يا من تتوالى عليك من الله جل وعلا الخيرات والبركات. اسمعني يا ملك، إن الله في ملكه وفي عليائه وفي ملكوته، هو الله لا إله إلا هو، يسمع ويرى، يسمع ويبصر، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يجيب من دعاه، يجيب من دعاه، يجيب من دعاه، يجيب دعوة المضطرين، هو الذي يكشف الكرب ويزيل الهم، هو الله في عليائه، هو الله، هو الله، له الملك ابتداء وانتهاء. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. الله الملك، الله الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. إن كانوا ذبحوا لكم، وإن كانوا قاضوا لكم، وإن كانوا نحروا لكم، وإن كانوا تقربوا إليكم، ركعوا وسجدوا لكم. نعم سجدوا لكم. وإن كانوا كتبوا بالدماء وبالنجاسة، وإن كانوا صنعوا ما صنعوا، فاعلم أن الله غني بذاته عن العالمين. الله غني بذاته عن العالمين. لا تضره معصية العاصين، ولا تنفع طاعة المطيعين. خلق العدل يربح عليه لن يربح عليهم، وبشر الصابرين. اسمعني يا ملك، إن أسلمت لك أجران، أجرك وأجر من تبعك. إن أسلمت يا ملك لك أجران، أجر إسلامك وأجر من خلفك، وتفز بجنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أما سمعت آيات الله تتلى عليك؟ أما سمعت آيات الله تطرى عليك؟ أما سمعت الوعظ والتبيان؟ أما نفع فيك هذا الكلام؟ تدبر جيدا واعلم أنك ملاقيه، واعلم أنك ملاقيه، واعلم أنك ملاقيه. اعلم أن كل نفس منفوسة تلقى الله يوما أو غدا، سوف تلقى الله جل وعلا مهما عمرت من السنين، مهما عمرت سنين بعد هذا الملك وبعد هذا النعيم. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لكن خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضربها 40 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. نعم، وكل من كفر بالله العظيم فجزاؤه جهنم خالدا مخلدا فيها، لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. كل شيء يغفره الله تعالى إلا أن يشرك به، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. يا ملك، الله لا يريد منك ملكك، ولا يريد منك سلطانك، لا ينازعك ملكك، ولا ينازع سلطانك. به تقويت ابتداء، هو الذي حرك بالقوة، هو الذي أقضى عليك بالنعم، هو الله في عليائه سبحانه. أجزاء هذا الكفر والعناد، أجزاء هذا الكفر، أجزاء هذه النعم الجحود. لما كل هذا؟ لما كل هذا؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى الآن أينما اختبأت وتركزت وأينما كنت يراك،
يرسل عليك جندا من جنده، ملائكة من ملائكته، غمار شمال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بأمر الله يتحركون، بأمر الله يفعلون، بأمر الله. أنت الآن في الهجران، أنت الآن في الساقان، أنت الآن تساق إلى الخروج وتساق إلى الذل والهرمون. أليس كذلك يا أخوان؟ أنت الآن تساق إلى الذل والهرمون. أين ملكك؟ أين جارك؟ أين جنودك؟ أين سلطانك؟ أين عتادك؟ تجبرت وقضيت على أمه ضعيفة لا حولها ولا قوة. اتق الله. أهذه هي الرجولة؟ أهذا هو الملك؟ أهذا هو السلطان؟ واتعب الحب. اسمعني، اسمعني، سوف تكون في عداد الهلكة وفي عداد الموتى تحت أصباط الثرى تسأل عن الصغير والكبير، وقبل هذا تذوق العذاب الأليم بآيات الله التي سوف تنزل عليك الصواعق مرسلة تتوالى عليك، الصاعقة تتبعها الصاعقة، صواعق رعد وبرق وخصف كل ينزل عليك، آيات الرعد وآيات البرق وآيات الخصف وآيات التدمير وآيات الشتات، كل الآيات مع الحرق والعذاب والنار والجحيم. ولو أخذت ساعات والملك يزول، ترى كرسيك الذي أنت عليه يبات في حق نعم سترى، سترى بيني وبينك كتاب الله جل وعلا، بيني وبينك آيات الله سبحانه، معنا الله، ينصرنا الله، ومعك أنت الشهر والطرف والعون والنصر لعباد الله. نثق في الله ولا يخلو الله جل وعلا. فإن كنت حقا ملكا فتكلم، فإن كنت حقا ملكا فاصعد، إن كنت حقا ملكا تدعي هذا فإلى قوتك، وإلا فإنك حقير ذليل خسيس لست على شيء، لست على شيء، تحرك فقط الرجلان الأسفل مع الأسفلين والأذلين تحركهم، تدعي كل هذا، زعمت أنك تعين السحرة لأنهم سجدوا لك، كي تفرق بين المرء وزوجه، كي تجعلهم في عذاب، ما يستقرون في موقف، ما يهنؤون بحال، ما يتمتعون، أن تعمل كل هذا إرضاء لهم، للشياطين، إرضاء للسحرة والكفرة، إرضاء للعصاة من المسلمين، إلا نقول كفرة. فأذعن لله جل وعلا، أذعن والحق حق يتبع. أرأيت في الرقية الجماعية كيف أسلم الجان وكيف أسلم ملوك الجان؟ أما رأيت هذا؟ ولعله أقوى منك، بل هم أقوى منك، كيف أسلموا؟ كان معهم العتاب والجيوش والجراح، خرجت بإذن الله تتوالى وأسلموا لله. ما ظنك أنت الحقيق الذليل الوحيد في هذا الجسد؟ كم تصبر؟ كم تصبر؟ يوم؟ يومان؟ ثلاث؟ أربع؟ أسبوع؟ يعلم أنك تبقى في العتاب، تقلب، تقلب في النار بين الناران، فأيهما تختار؟ بعدما قرأ النار، ترى النار في عين وآيات النار، أبشرك أنك ستتمنى الخروج، تتمنى الخروج، إذ ذاك ترى مني أشياء لم تكن تعقلها أو لم تكن تحسبها، أعدك بهذا وأبشر، أبشر يا يهودي، يا خبيث، يا خسيس، يا دنيء، أبشر، أبشر، والحجارة ستنزل عليك على الساقان، وعلى الرحم، وعلى الرأس، ومعها الرقية الشرعية، نعم، بالآيات التي قلت لك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فتوب إلى الله
واعلم أن اليهود ليسوا على شيء كما قال رب العزة، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ليست اليهود على شيء، ليست اليهود على شيء. عيشة هو الآن يتألم، هو الآن يحترق كثيرا. طيب هو الآن في نار، وليس لوحده، من معه؟ قلت لك أنهما حراس. نعم حراس. حراسان. الله أكبر. نعم حراس. ماذا يحرسون هذا الحراس؟ يساعدني. في ماذا؟ السحر. أي سحر؟ سحر مرشوش. في أي مكان؟ في بيت والديها. سحر مرشوش ممكن تبديلها إذا علمت، ومن هنا قلنا المكان المخصص للسحر. وقلنا كيف يمكن تبديل السحر؟ ممكن؟ طيب إذا إن شاء الله معجب بإبطال السحر المنصوص في أي مكان بالضبط؟ بالضبط في أي مكان في البيت؟ في الباب؟ في الأبواب؟ قلنا في الأبواب الخارجية صح؟ طيب في الأبواب فقط؟ طيب هذا السحر الأبواب المنصوص بكم سنة؟ 6 سنوات. لتفريق بين الأفة؟ والفقر؟ الفساد والفقر وقلة البركة. قلة البركة كذلك. طيب الآن في هذا الجسد كم واحد؟ الملك وأنت؟ الملك وأنا والحراس. أي حراس؟ حراس الملك. كم حارس موجود؟ 2. وظيفتهم ماذا؟ يساعدني الملك. في أي شيء؟ في السحر قد أخبرته. طيب الذين يعملون أجمعين حسن خرجوا؟ خرجوا والحمد لله. طيب إن شاء الله ما يلقونك وساوس؟ طيب وإن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله جل وعلا سوف نذهب. يا عين استخراج السحر إن شاء الله بإذن الله. أي مدينة؟ حارش. أي مكان؟ قبر. أي قبر؟ قبر رجل. طيب والقبر الذي فيه طفل؟ طفل ماذا؟ سامحيني سحر آخر كنت أتحرك طيب القبر بالكامل. نعم. طيب طيب السحر موجود قبر رجل. ماشي قبر رأسي مدفون. خلاص خير ان شاء الله. ان شاء الله. لكن ما تعملين على وساوس؟ تهنأ بحياة مع زوجها ان شاء الله، وتأتي يوم السبت ان شاء الله للرقية. أجل. والأحد كذلك. أجل. ويوم الاثنين إن قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء نذهب ان شاء الله لاستخراج السحر. والحمد لله أول وآخر الذي وفق لهذا، والحمد لله جل وعلا أن لك الإسلام. أنت يهودية نصرانية؟ كنت نصرانية. النصارى قريبة من الإسلام، وهذا فضل الله جل وعلا. أكثر من ذكر الله. أكثر. واجعليها تكثر من الصلاة. إن شاء الله. واجعليها تكثر من الدعاء. إن شاء الله. على الملك الكافر الفاجر. إن شاء الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. قيمة تذكرون ادعوه دعاء العبادة ومنه الاستجابة سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني استجب لكم هو قريب من عباده. طيب اكثر من الدعاء لينصر الله جل وعلا على هذا الطاغي وعلى هذا الباغي ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.